عادي دائما الاستاذ رامي بيحاول بفقرات صباحنا غير دائما يسلط الضوء على المواضيع المهمه واللي كمان عم تواكب الاحداث. اليوم رح نحكي عن الخط العربي اللي بيزين تفاصيل حياتنا وكمان بيوثق بحاله جماليه وفنيه وعبارات بتدخل الى الوجدان والقلب ايضا، فكيف اذا تجلت ابداعاته بايدين عشقت هذا الخط وطرزت ايضا احلى العبارات من نثر وشعر وتاريخ وادب كمان يا هايدي؟ اكيد يا عفاف، يعني الخط العربي هو من اجمل وارقى الفنون وايضا من الفنون القديمه والتاريخيه اللي تطورت عبر الزمن ولا زالت مستمره ومحافظه على اساسياتها وقواعدها. اكيد هذا الفن الواسع اللي ما له عم يدخل بتفاصيل حياتنا من خلال عبارات وجمل وكلمات عم تترك انطباع كتير كبير. نتعرف اليوم على الخطاط أحمد سوار، عضو اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين وعضو لجنة فرع دمشق لجمعية مهندسي العمارة الداخلية. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الوطن والمحبة والسلام إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم بلشينا صباحنا معك بفقرة من الإبداع والخط الجميل والجمال، هات كلياته اليوم معنا مجموعة من الأعمال الفنية يلي جامعة بين الخط العربي والنثر والجمال كمان والإبداع بنفس الوقت. خلينا نحكي عن هاي الحالة للخط العربي اليوم. الخط العربي يعني أبو الفنون يعتبر ومعشوق الجميع، يعني ما في حدا ما بيحب الخط العربي طبعا، وهو تاج الفنون وممكن تكفيه لا حلقة ولا حلقات كثيرة. أكيد بقى إحنا الحرف العربي هو مثل اللغة العربية، مثل لغة الكلام له قدسيته، وهو حرف القرآن الكريم، يعني قدسيته بتتجلى، يعني كيف نحن إذا الخبز بنحترمه بنرفعه عن الأرض، كمان الحرف العربي نفس القدسية بياخدها. نحن الخط العربي منذ نشوء النهضة الإسلامية للعصور الأولى، بقى الإسلام شبه يعني بيبتعد عن رسم الأشخاص وعن الفن التشكيلي، بقى صب كل اهتمامه بالزخارف بالعمارة بالخط العربي، والخط العربي أخذ القسم الأكبر من التطوير، وبدأ من مراحل الإسلامية الأولى يطوروا فيه، كان بسيط، تعددت أنواعه وتعددت حروفه. ونحن لما بنتعامل مع الحرف العربي نحن عم نتعامل مع رسم، يعني مثل اللي عم تعلم الرسم. الحرف العربي هو عبارة عن جسم، أقسام، يعني لازم بده يتعلمه، بده يتعلم يسموه تشريح الحرف. أنا لي تجربة يعني صار واسعة بتعليم الأطفال وعمل دورات، الخط العربي في ناس كثير بنوهموا إنه صعب تعلمه، هو ما في أسهل من تعلم الخط العربي إذا وجدت الرغبة، والرغبة تكون صادقة. في ناس كثير بيبقوا مثلا مثل ما تفضلنا وحضرتكم حكيتوا، يعني الخط العربي معشوق الجميع، أكيد. بس بدنا نكون صادقين لنتعلمه، متى ما وجدت هالرغبه بصير بسرعه بيتعلمه الواحد، بالاضافه انه يكون في استاذ يلقنه الاشكال الصحيحه والقواعد السليمه. اكيد تفضل. الخط العربي مثل اللغه العربيه له قواعد، يعني ما هو مثل الرسم يولد مع المولود موهبة، لا، بده صقل، بده دراسة أكاديمية، مثل ما قلنا في تشريح للحرف، وخاصة بعد ما مر مراحل تطوره صار في أنواع خطوط كثيرة، ممكن الواحد يبدأ يعني مثل الطبيب، شلون في الطبيب مثلا مختص باختصاص واحد أو عدة اختصاصات، وكذلك الخط العربي عدة خطوط. اللي بده يتعلم ببلش بالخطوط السهلة، بيتعلمها بالحروف السهلة، متى ما حفظ الحرف العربي ورسمه وقواعده بيدخل بقى مجال الإبداع والموهبة ورسم الحرف. نحن إذا بنرجع للمطورين الأوائل وللخطاطين هلا، إذا بنحط الحروف فوق بعضها بنلاقيها عم تطبق، هذا دليل على إنه القواعد وحدة ولازم يتعلمها الواحد. تمام، يعني قبل ما نتعرف أكثر على خبرتك وتجربتك الطويلة بهذا المجال، خلينا نحن نحكي عن القيمة التاريخية اللي عم يجسدها الخط العربي عبر العصور وتواجده أيضا بمختلف الإرث العربي والإسلامي. الخط العربي قسمين نحن بنعتبره،
قسم هو الفن بحد ذاته، اللوحة، العمل المتكامل. القسم الثاني هو الحاجة الحياتية، حاجة المجتمع للخط العربي. نحن مثل ما يعني العالم كلهم بيعرفوا هالأيام إنه في ضعف كبير لدى الجيل الجديد بالكتابة، الخط السيء. هذا نتيجة التقنيات الحديثة المتطورة، بتعد الجيل عن الكتابة، عن التمعن بالخط، جمالية الخط. ولذلك بنلاقي صار يعني نسبة كبيرة خط غير مقروء. وهذا يعني مثل موضوع الإنسان، مثلاً زوي العاهة اللي ما بيعرف يحكي، يعني إذا ما بيعرف يعبر ما بنستفيد منه بشيء. لازم الإنسان يكون بيعرف يعبر ويكون خطه جميل مشان ينقره. يعني إذا مثلاً واحد خطه سيء ودخل على الامتحان والمصحح ما عرف شو كاتب، النتيجة صفر، يعني ما استفاد شيء. ولذلك يعني أبسط ما يتطلبه الجيل الجديد انه يكون خطه شوي مقروء شوي حلو. هذا بيعتمد على الاساتذه اللي هن عم يعلموه. بعد احنا لما بدنا نوصل للنتيجه مع الطلبه، لازم نوصل للنتيجه اول شيء مع المعلمين. لازم نهيئ كادر مثقف ملم بامور الخط. كمان مثل ما قلنا، لو خط الرقعه مثلا، هذا بيقولوا هو اسهل خط لازم يتعلمه. لازم يعني كل استاذ خريج تربيه لازم يكون بيعرف خط الرقعه على الاقل حروفه يحفظه. نحن حروف اللغة العربية 28 حرف. نحن لما بندرس الخط مختزلين كلهم بخمس حروف ست حروف، لأنه كلهم بيشبهوا بعض. مثل ما بنقول مثلا حرف النون، حرف النون هو الكأس تبعه هو بحرف الصاد، بحرف السين، بحرف اللام. يعني أنا بكفي أتقن حرف واحد أتقنت الحروف كلهم، كأني عم بتعلم رسم تفاحة. في تفاحة حمراء، في تفاحة خضراء، تفاحة. أكيد. أستاذ أحمد، عم نشوف ضمن أعمالك اليوم عنا بعض اللوحات، خلينا بس تعطيني من عندك نستعرض شوي منها. عم نشوف أنه للحالة الوطنية والوجدانية حضور كبير اليوم بلوحاتك من خلال القضية الفلسطينية، أو هون عنا الشام. خلينا نحكي أستاذ عن أهمية حضور القضية الفلسطينية اليوم ضمن لوحاتك، عم نشوف هلأ رح نستعرضها بعد شوي، وكمان للحالة الوطنية والوجدانية الموجودة. مثل ما قلنا، نحن الخط باعتباره فن هو سلاح، مثل سلاح الرسم، سلاح الشعر، الموسيقى، الغناء. بهيك مناسبة حزينة وأليمة يعني للي ما يتعرضوا له أهلنا بغزة، لازم كمان يأخذ دوره من قبل الخطاطين بعمل لوحات. الأعمال التشكيلية، يعني الخطاط لما بيكون خطاط بس كلاسيكي بيكتب كتابات. ونحن مثل ما بنعرف اللوحة الخطية هي عبارة عن لوحة كتابة بالإضافة لمضمونة، إن كانت مثلا آيات من القرآن الكريم أو أبيات شعر. ولما بيكون الخطاط بنفس الوقت فنان تشكيلي ورسام وزواق بالألوان، بتطلع معه مثل هلا الحداثة صار في الفن التشكيلي والحروفيات. والحروفيات، احنا اللوحة لما بيكون فيها حروفيات مثلا غير مقروءة، عم يعتمدوا عليها انه يستخدموها بالازياء بالديكورات. اما لما بيكون كمان تحوي معنى، تحوي مضمون كمان، هذا بيعطيه اهميه اكبر. بعد احنا يعني واجبنا هالايام عشان نرفع همم اخواننا بغزه كمان، نقدم اعمال يعني لا تقل مثل ما حكينا عن الموسيقى، عن الشعر. كمان واجبنا الوطني هذا تجاه أهلنا بغزة، ونرفع معنوياتهم. وعم نتابع عبر الشاشة العديد من أعمال حضرتك ونشاطاتك أيضا مع الأطفال. خلينا نحكي اليوم للخط العربي في مدارس عديدة، وبالتالي في أنواع عديدة. حضرتك اليوم شو أنواع الخط اللي تستخدمها بأعمالك؟ تعليم الخط مثل ما حكيت أنا، يعني بقدر ما هو سهل بقدر ما هو صعب، بشرط وجود الرغبة. أنا من خلال تدريسي للأطفال، يعني بيجيني مثلا أطفال مستهترين مو حابين يتعلموا، بيجيني أطفال مثلا حابين يتعلموا بس ما في متابعة، ما في، بيحسوا باليأس، ما بيطلع معهم. أنا بدي أدور على الطفل هذا اللي عنده هالرغبة وعنده هالموهبة، ممكن أوصل معه لشيء. هذا بيختصر المسافة الكبرى، وممكن يعني أنا إذا طفل ذكي جدا وذاكرته قوية، ممكن أنا بخلال فترة قصيرة شهر شهرين على خط الرقعة ويطلع معه ويصير أحسن مني حسب ذكاء الطفل.
وحتى الاعمار الكبيره كمان نفس الشباب كمان يعني الاعمار كلها مثل ما حكينا يعني هلا مثل تعليم الموسيقى لما بتنوجد الرغبه والانسان بيتفاعل مع الشيء اللي عم يعمله والخطاط نفس الشيء الخطاط لما لو كان مستوى ضعيف يعني ما وصل لمرحله ممارس ممتهن بيبقى لما عم يكتب بيبقى عاشق لهالشيء اللي عم يكتبه بيبقى مدموج معه مثل الموسيقي مثل الشاعر مثل الرسام بيطلع معه شغلات كثير حلوين. استاذه عم نشوف هون هي عامله على بروشور قصد مشان كلمه توزع البروشور تكون لا هي لا 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 ولا هلا نحن يعني مشكله الخطاطين والرسامين اليوم نحن عندنا المواد الاوليه غاليه هذول الورق انا عندي يعني عم بستخدمه للكتابه للتمرين لانه اليوم مشكله التكاليف كبيره كثير هذول طيب. الاوراق بس للتمرين للكتابه. طيب استاذ احمد خلينا نحكي شوي عن ممكن انه يكون في تطور لسه بالخط العربي او بهي اللوحات الجماليه او يكون في شكل مختلف لاشكال مثلا النثر او الرقعه او تطور بهذا الخط؟ لا لهالمرحله هي صعبه جدا وانطرحت كثير يعني انه نحن نطلع بشيء جديد يعني هلا الخط بما يقارب 1400 سنه وعم يتطور يعني ما بنقول وصل لمرحله الكمال يعني ممكن نحن تقصير منا نحن ما عم نقدر نطالع شيء جديد يعني هلا الخط الشيء اللي استحدث فيه اول شيء هالاعمال التشكيليه اللي عم تطلع حلوه ما كانت هي مقروءه من زمان وثاني شيء التقنيات المتطوره المعاصره كمان اضافت شيء للخط والزخرفه عموما من استخدام الموبايل التاو الكمبيوتر وسائل الطباعه الحديثه يعني هي اضافات ماديه ما هي معنويه. هي اضافات اذا صارت او اذا صار في تطور ببطل يصير اسمه تراث؟ هلا نحن الفن فن الخط هو تراثنا هو حضارتنا يعني هذا مثل ما بيقولوا بس اذا التطور صار في تغييرات ممكن ياثر هالشيء؟ هلا نحن مثل ما تفضلتي نحن الخط العربي قواعد مثل قواعد اللغة العربية أساسية يعني قواعد اللغة العربية في فعل فاعل مفعول به ما بقدر اجي والله انا هلا كاستاذ لغة عربية طالع مثلا مضامين جديدة للغة العربية والخط نفس الشيء وصل لمرحلة يعني ال 1400 سنة اللي تابعوا الخطاطين وصلونا لانواع خطوط كثيرة هلا صار لنا حوالي مثلا 100 سنة يعني ما في خطوط جديدة غير هالخط اللي بسموه الحديث هذا اللي بكتبوه بالمسلسلات وفي بلاد الأندلس المغرب العربي عندهم بسموه الخط المغربي هذا الشيء الجديد بمجال القواعد أما مجال التعامل مع الحرف نحن عم يعني مثل ما حكيت عم نطلع بلوحات وكذا هذا تطوير ومن وقت ما ظهر الكمبيوتر من حوالي 30 سنة يعني المقولة بتقول الخط هندسة روحانية صنعت بآلة جسمانية بقى الكمبيوتر قد ما وصل لمراحل تطور ما ممكن ينافس الخطاط بإحساس واحد أو شعور واحد والخطاط مثل الرسام لما الرسام عم يستعمل الريشة الخطاط عم يستعمل القلم عم يحط خلاصة أحاسيسه ومشاعره بالحرف بيتكيف فيه مثل ما حكيت لما بعد ما بيتعلم الواحد قواعد الخط ورسم الحروف بتجي مرحله الابداع الكمبيوتر اله تكرار ما بتعطي ابداع. طيب هي الجمل او هي الكلمات او العبارات الموجوده اليوم على اللوحات فينا نقول انه بتسرق الوقت من الشخص يعني قد ايه بتاخذ معك اليوم اي جمله او اي عباره خلينا نتعرف اكثر عن حضرتك عن تجربتك ايضا. اللوحة ما في إلى وقت اللوحة يعني ما بين أنا أكتب سطر أو أعمل لوحة تشكيلية مثلا طولها مترين هذا بيتطلب وقت حسب الشغل العمل أما المخزون اللي عند الإنسان هو اللي بيحدد الوقت يعني أنا إذا ماهر ومبدع وكذا ممكن نفذ لوحة خلال ربع ساعة نص ساعة أما إذا بعدين الخطاطين يعني الخطاط الكلاسيكي لما بيكتب لوحة ما بيكتبها أول مرة وبيعجب فيها وبروزها بيعمل لها قوالب بسموها قوالب بيشفها بيعالجها بيحطها من بعيد بيطلع عليها كل ما لقى فيها عيوب مشوهة بيرجع بيشفها من جديد بيرجع بيعمل لوحة ثانية ممكن يسموها قوالب ممكن يوصل ل 100 قالب لحتى يحصل على لوحة رضيان عنه. طيب شو أول لوحة سويتها وكنت رضيان عليها؟ أنا خريج كلية فنون جميلة عام 87 دخلت من مجال الكمبيوتر والحوسبة والعولمة بوقت مبكر جدا بعد تخرجي
كان برامج مبتدئه الفوتوشوب الستريتر، قدرت اعمل على ديزاينات لوحات حلوه، تقدمت عنها لكليه الفنون الجميله لعمل معرض ما وقتها توافق عليه. بقى نحن يعني هلا في دور مهم كبير نحن لوزاره الثقافه ووزاره الاعلام ووزاره التربيه بالمحافظه على هالتراث ودعم القائمين عليه والخطاطين مشكورين، والدور الاكبر هو لوزاره الثقافه. بس انا يعني ما عم بمدح وزاره الثقافه كوني انا يعني تابع لوزاره الثقافه، يعني قدموا لنا فرص كبيره، عم يقدموا لنا صالات المعارض بالمجان، الخطاط لو مشاركه، لو خطاط مثلا ما عنده امكانيات اذا شارك بلوحه واحده بترفع معنوياته، بيشوف حاله شخص كثير مهم. طيب خلينا هلا نتعرف شوي اكثر على اعمالك ومشاريعك القادمه، في مخططات كمان بتخطط هون ولا بس على الورق؟ هلا مشاريعي القادمه، انا بديت بدايه بسيطه انا من 4-5 سنين قدمت عنا باتحاد الفنانين التشكيليين لإقامة معرض وتوافق عليه. كانت لوحاتي بسيطة، يعني حتى البرواز مكلف، يعني حتى البراويز كانت متواضعة جدا ومكلفة. بقى توافق علي عنا بالاتحاد الفنانين التشكيليين يكون في لجنة لموافقة على عمل معارض، ومنه انطلقت. تقدم لي وزارة الثقافة مشكورين، عملت صرت عامل لحد الآن شي 7 معارض 8 معارض بمواضيع مختلفة. آخر معرض كان حوالي من 3 أسابيع بالاحتفال بالذكرى المئوية للشاعر نزار قباني، شاركت ب 17 عمل بمجال تعليم الأطفال. كمان متحف الخط العربي جنب الجامع الأموي عم نستضيف جروبات مدارس مشكورين، عم يجيبوا لنا الأطفال نكتب لهم أسماءهم، نشرح لهم عن الخط. أستاذي مديرة المتحف بتعرفهم بالمتحف، هو المتحف كمان كان اسمه المدرسة الجقمقية، تحول لمتحف للخط العربي وحافظوا فيه على مقتنيات الخط العربي. الله يعطيك ألف عافية وأكيد مشكورة جهودك. طيب خلينا نحكي اليوم، في عنا فئة الشباب أستاذ أحمد، بنلاحظ أنه عم بيروحوا بشكل كتير كبير للمشاريع الخاصة فيهم، ولا سيما عم نشوف في توجه للخط العربي عربي رغم التطورات ورغم انشغال البعض بوسائل التواصل الاجتماعي. اليوم رأيك بهدول الشباب وبمشاريعهم المتعلقة بالخط العربي، كيف عم بيكون أداؤهم؟ كل جيل يعني هو جيل الشباب أهم عمر بالحياة البني آدم. الطفل الصغير ممكن أنت مثل النبتة تزرعيه وتنشئيه من صغره، والكبير بالعمر بيبقى يعني إمكانياته صارت محدودة بانشغالاته الأخرى على العمل العائلي. بقى فترة الشباب هي أكبر وقت ليستفيد منها. والخط العربي مثل ما حكينا يعني معشوق الكل. أكيد بالختام بدنا نشكرك الأستاذ أحمد على كل هاي الأعمال، وإن شاء الله هيك يا رب المزيد من التألق والإبداع كمان لحضرتك. إن شاء الله نحن يعني أهم شيء نحن بنناقشه على طول دائما، وزارة التربية تهتم بموضوع الخط، ونرجع مثل أيام زمان نعيد يعني ينزلوا منهاج الخط والكتابة على المرحلة الابتدائية، وإن شاء الله يعني الله هيك بيفرجها على البلد، نصير نشارك معارض دولية ونستعيد أمجادنا برات البلد. يعني البلد قدم لنا ما فيه كفاية وزيادة. أكيد نورت وجودك معنا لليوم. شكرا. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد.